عاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن قادما من موسكو. سموه عاد بعد زيارة العمل الرسمية التي قام بها إلى روسيا الاتحادية، أجرى خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ودولة السيد ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء وعددا من المسؤولين الروس. تناولت علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما زار سموه خلالها مدينة سان بطرسبرغ العاصمة الثقافية لروسيا الاتحادية. بحضور صاحب الجلالة